والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. من سلسلتنا الدين النصيحة ومن مقالاتنا المكية، هذا هو المقال 23. نحن نشير إلى إلحادات القاديانية في تفسير القرآن الكريم، وها نحن نذكر النموذج 33. فالنموذج 33، وذلك في قوله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. لقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية منبها العصاة ومحذرا إياهم من قولهم الباطل وقتلهم الأنبياء بغير حق. الله ينبههم بأنه يكتب جميع أعمالهم، وذلك ليعاقب المسيئين منهم. يقول ابن كثير في تفسيره: فيه تهديد ووعيد، ولهذا قرنه بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله، وهذه معاملتهم لرسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. هذا قول ابن كثير، ولهذا قال: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. آل عمران 182. ما هو التحريف القادياني في هذه الآية؟ يقول المرزا: بشير الدين محمود، وهذا خليفة القاديان الثاني وهو ابن المتنبي، يقول في تفسيره الصغير صفحة 104، وهذا تعريفه: سنكتب قولهم هذا على وجه اليقين وتعرضهم لقتل الأنبياء. تأملوا، وهذا النص الأردي هم انكي يبات اور انكا ناحق انبیاء کو مارنے کے در پہ رہنا یقیناً لکھ رکھیں گے. فهذا كلامه في اللغة الأردية، ونحلله بقولنا: لقد حرف المرزا بشير الدين محمود في قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء. فلا شك أن الله ذكر فعلهم بالصراحة وهو القتل، ولكن هو أوله بتعرضهم لقتل الأنبياء.
فتفسيره هذا يخالف اللغة، وهو في تأويله يكذب أخبار القرآن الكريم، وهذا تحريف لآيات الله وتكذيب لأخباره، وهذا هو الإلحاد في آيات الله على لسان القرآن الكريم. الآن النموذج 34، وذلك في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. ذكر الله عز وجل أسباب لعنته وأسباب غضبه، لليهود وإبعاده إياهم عن الهداية. ما هي هذه الأسباب؟ منها نقضهم المواثيق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. يقول ابن كثير وهو مجدد لدى القاديانية: إنهم قتلوا جما كثيرا من الأنبياء بغير حق عليهم الصلاة والسلام. انظروا بماذا أول المرزى القتل، وهو فعل مذكور بصريح اللفظ، أوله بمحاولة القتل حيث قال في تفسيره الصغير في ترجمة الآية المذكورة وتعريبه: محاولتهم قتل الأنبياء بلا سبب. والنص الأردي: بلا وجہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کر. كيف أوله أول الفعل على إرادته؟ نقول إن القتل والسعي للقتل والتعرض لذلك والمحاولة لذلك كلها ليست أمور متحدة، ولكل أمر في اللغة العربية تعبيره ولفظه، ولكل حادث منها بيانه، ولكل معنى لفظه الدال عليه. فحمل لفظ على معنى آخر بدون وجه وبدون قرينة أمر باطل لغة وشرعا. ويوصف هذا الفعل الشنيع بأنه تحريف وإلحاد في آيات الله. ولا ندري لماذا تبدي القاديانية ولاءها لقوم نهى الله عز وجل المسلمين عن ولائهم، بل غرقت القاديانية في محبتهم فتأولت في آيات الله وخالفت اللغة ولم تراعي الضوابط الشرعية. أما النموذج 35 في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النساء 43، يعني الجنب إذا لم يجد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم بالصعيد الطيب، فذلك تقول له. ما هو التحريف القادياني في هذه الآية؟
يقول المفسى بشير الدين محمود في التفسير الصغير 115 وأيضا في الحاشية برقم 4 ما تعليله: وإن كنتم مرضى أو على سفر وأنتم جنب. قال المفسى محمود بشير الدين محمود: أو بمعنى واو. انظروا إلى نصه في الأردو: أغرتم مريضه يا سفر بره اور تم جنبي ہو. يبرر المفزع بشير الدين محمود تفسيره قائلا: كلمة أو تأتي بمعناها وأيضا بمعنى الواو أحيانا، ونحن حملناها على معنى الواو في هذا المقام ليتضح مفهوم الآية، ولكن نقول في تحليلنا: والذين يؤمنون بما أنزل. السادس والثلاثون، فذلك في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النساء 69. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن المطيع لله والرسول يكون في معية النبيين، مع لفظ مع يدل على المعية، والصديقين والشهداء والصالحين. وأثنى الله عز وجل على هؤلاء الرفاق قائلا: وحسن أولئك رفيقا. ما هو التأويل القادياني الباطل؟ يقول المفزع بشير الدين محمود في التفسير الصغير 119-120 ما تعريفه: ومن يطع الله والرسول، يعني يكون هؤلاء الناس من ضمن